حبيبي يا غالي، شلون تفرق الكارديك تيمبونيت من الكارديومايوباثي او دايلت الكارديومايوباثي؟ هو نفس الاعراض، جاجولار فين ديستنشن، مافلد هارت ساوند راح يطلع لك، وهايبوتنشن. في حاله الكارديك تيمبونيت ما يسوي مشاكل بالرئه، ليش؟ لان الفينوس ريتيرن هو بيه مشكله، ما يرجع اصلا دم للقلب، شلون راح يدخل الرئه؟ فما يسوي لك بولمينري اديما، بس بالدايليتد كارديومايوباثي راح يصير عندك ايش؟ بولمينري اديما. تنسى بالسؤال ما دايليتد كارديومايوباثي، يقول لك عندك ليفر انلارجمنت، ليش؟ لان شغله صار لها هوايه، مو مثل الكارديك تيمبونيت شغله تصير بيوم وليله بساعات، مفهومه شغله كيو. قال لك الروتيشن بالابدومن ومصل ايش؟ ريجيديتي، تصلب بالعضلات وتهيج للابدومن، او عندك تندرنس، هذا على اكثر بروتينايتس، ويا حبيبي وديه على السيرجري، اذا ما تلحق عليه راح يموت. اذا عندك السيرفكس دايليتد هذا انفيتبل ابورشن، واذا عندك السيرفكس مسدود فهذا على اكثر ثريتند ابورشن، واذا صاير قبل 6 اشهر او صار قبل 9 اسابيع هذا مسد ابورشن. والابدومينال اورتيك انوريزم يصير عندك بولستايل ماس بالابدومين، ليش؟ لانه البولس بالاورتا زين كتله نابضه. وبعدين شو يصير عندك اذا كانت اكثر من 5 سنتيمتر؟ تروح بالسيرجري، واذا اقل تسوي كونزرفاتيف وبالالتراس. شوف حتى تعرف عندك دايسكتنج اورتيك انوريزم، يعني لو اورتا متمزق يصير عندك الم وين؟ بتوين ذا شولدر بليتس، يصير عندك الم بنص لوحي الكتف. الله. كروك مويست ريلز in the lower lobe of the both lungs or bilateral moist rails in the lower lobe. ترى ده يقصد pulmonary edema. يقول لك diplococcus gram negative اتذكر نيسيريا، اما meningitis او gonorrhea، وتذكر تسوي meningitis او تسوي ده الجوانريا. لما عندك can't see can't pee can't climb a tree، عندك ايش؟ رايتر سيندروم، اللي هي رياكتيف ارثرايتس، اللي تصير ويا بكتيريا اسمها ايش؟ كلاميديا، واللي يشتغل عليها انترسيلولار دوكسيسايكلين. لما يرتفع عندك اليوريك اسيد اتذكر عندك مرض جاوت، وشنو العلاج مالته؟ الوبيورينول، اللي هو اكزانثين انهبيتر، ويقلل اليوريك اسيد ويقلل الجاوت، يعني سيرمونيلا. وتايفاس يعني ريكيتسيا، لا تنسوا مشروم. ولما يقول لك كانت فود، ده يقصد لك هذا الاكل متسمم بسم البوتو لزم، لا تنسوها. الملاريا، اهم شيء تعرفون الملاريا، الملاريا شنو؟ ارتفع درجه الحراره تصير انترميتد فيفر، وتقلل ريد بلود سيلز، ويتاثر الكبد، وايضا يجي من افريقيا، وصار لها هواية 50 سنة في هاي انثراكس. واذا واحد كان الريزرفور مالت المايس في ايران وجاي من الهند فهذا البلايك. البلايك شو تسوي؟ يرسينيا بيستس فورا او لبتسبروسيس، تحب الكف ماسلز، شفت كف ماسلز وبكتيريات تذكر لبتسبروسيس. واذا ارجينوزا فتحب التكييف، ها لا تنسون اير كونديشنر او اير كونديشن روم. انت اللي تنسى البروتينايتس واللي عدت لك اياه 10 مرات، يا ريباوند تندرنس، مصر ريجيديتي، وابدومينال ديستنشن، شفتها فهذا عندك بروتينايتس، شو تسوي؟ لو ودي سيرجري. من الدودينيوم على البنكرياس، بنتريشن من الجاستريك ألسر على الكبد على الليفر، واحد يروح على البنكرياس واحد يروح على الليفر. رايت ابر كوادرنت بين، اما عندك شغله بالكبد او بالصفراء بالجول بلادر او بالليفر، خوش ممكن كوليسيستايتس كولنجايتس، يعني مشكله بالكبد، اوبيسيتي ويسست بالاوفري، هذا بوليسيستيك اوفيريان سيندروم، هيرستيزم ويا اوبيسيتي ويستريا كوشن سيندروم، كبرانه بالحمل وعلى غفله صار نزيف بعد الولاده، بوست بارتم هيموريج، ورا عده اشهر صار امينوريا، معناها عندك شيهان سندروم. مرمر، من يقول لك سيستوليك مرمر يا اصلا ما تنفتح بالسيستول، اورتيكو بولمينري، يعني اذا بيهم مشكله يعني شنو اذا ما ينفتحون يعني بيهم ستينوسيس، ويا اصلا ما تنسد بالسيستول، ترايكوسبيد والمايتر، اذا بيهم مشكله يعني بيهم ريجورجيتيشن، شنو عندك المشكله؟ يا اصلا ما تنفتح بالدايستول،
المايترا والترايكوسبيد اذا ما ادري ينفتحون يعني بيهم شنو ستينوسيس ويصل ما تنسد بالدايستول بولمونري والاورتيك اذا بيهم يعني بيهم ريجورجيتيشن اصلا مو بي المشكله من الموقع على الابيكس مايترال على السكند انتركوستال بالرايت اورتيك وعلى السكند انتركوستال بالليفت بولمونري وعلى الثيرد والفورث انت باراستيرنام هذا ترايكوسبيد ايش فوق ال 30 80 بالدم ترى هذه ايش اكيوت لوكيميا بلاست 2-3% ترى هذه ايش كرونيك وذيك الاكيوت بيها مايلوبلاست لمفوبلاست وهذه بيها مايوسايت لمفوسايت تيتويوريا اللي هي شنو معناته تكرمون الغائط ويا اللي يكون دهني هذه عندك شغلتين تسببها وهذا بدون عشان يعتمد على البنكرياس والجول بلادر اذا نقص بالبايل يصير مشكله واذا بالبنكرياس اي شغله تشبي فراشه اذا عندك لوبوس اريثروماتوس واضح او اذا عندك الانتي بودي زايد الاي ان اي انتي نيوكليار انتي بودي اوف اكزوفثالاموس يعني شنو اكزوفثالاموس يعني العين خارجه للخارج ويا هايبر ثايرويدزم اذا عندك جريف ديزيز جريفز ديزيز هي ما سويتها جريف يلا مو مشكله جريفز ديزيز ثايرويدزم بعدين تحول هايبو حبيبي هذا هاشيموتو ثايرويدايتس تجي الانتي بودي ويجي الانتي بودي يدمر الخليه يطرح الثيروكسين بعدين راح يبقى ثيروكسين هايبر هايبر الرثيمة واحمرار بالجلد ويا حرق هذا الطبقة الأولى لو قال لك بلسترز فقاقيع هذه درجة الثانية ولو قال لك وصلت للبون وصلت للمسلز للفيشيا للفات هذه الدرجة الثالثة ولو صار أسود بركلوسيس آيزونيزايت ينقص الفيتامين بي 6 ريفامبين يسوي الفلويد ريد حمراء وإيثان بيتول يسوي مشاكل بالعين تريبتومايسين لا شيء يسوي مشاكل بالسمع أكثر شيء ممكن يأثر على الكلية كمبنى أمينو غلايكوسايتس واضح زنجنتومايسين شيء يسوي أيضا مشاكل بالسمع ومشاكل بالكلية راح امتحن وإن شاء الله ناجحين وإن شاء الله ما بيكم واحد يرسب وحياكم الله وأتمنى لكم كل الخير بعد شي تريدون